بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأزدى. نحمده سبحانه وتعالى وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول هذا الشهر الأغر المبارك، شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع باليمن والخير والبركات. هذا الشهر جعل الله تبارك وتعالى صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، ولكن هناك بعض الأصناف من الناس من يعملون أعمالا مرهقة وأعمالا شاقة لا يستطيعون في مزاولة تلك الأعمال من صيام هذا الشهر. لذا يثور التساؤل عن حكم صيام أصحاب الأعمال الشاقة والمرهقة. وفي الحقيقة أجاز العلماء وأباح الفقهاء لأصحاب هذه الأعمال الشاقة والمرهقة أن يفطروا في هذا الشهر الأغر المبارك، ولكن بضوابط وبشروط معينة. إذا تحققت تلك الشروط أو هذه الضوابط يباح لهم الفطر في رمضان. أولاً، أن يكونوا في حاجة ماسة إلى هذه الأعمال ولا يجدوا عملاً آخر بديلاً عنه. ثانياً، ألا يستطيعوا تأخير هذه الأعمال إلى ليل رمضان أو حتى إلى ما بعد رمضان. الشرط الثالث، أن تلحقهم مشقة شديدة أو عنت كبير في الصوم من خلال مزاولة تلك الأعمال في هذا الشهر الأغر المبارك. إذا تحققت تلك الشروط وكان العمل ضرورياً لمعاشهم ومعاش أولادهم ومعاش من يعولون ولا يجدون عملاً آخر بديلاً عنه، أباح الفقهاء والعلماء لهم الفطر في نهار رمضان. ولكن يجب عليهم أيضاً أن يبيتوا نية الصوم من الليل وأن يبدأوا النهار بالصوم، فإذا غلب على ظنهم المشقة الشديدة والعنت الشديد أفطروا. وطبعاً غلبت الظن تحصل بالخبرة وواقع الحال. إذا غلب على ظنهم بالخبرة وواقع الحال المشقة والعنت الشديد والإعياء الشديد الذي من خلاله لا يستطيعون الصوم، يباح لهم الفطر بعد تبييت النية. طيب، هم الآن أفطروا في رمضان، ماذا عليهم بعد ذلك؟ قال العلماء، أو من العلماء من قال: إن تيسر لهم قضاء هذه الأيام بعد رمضان، وهذا هو الواجب. ولكن ما الحكم إذا كان العمل مضطرداً؟ يعني هذه الأعمال الشاقة أو المجهدة مستمرة معهم طوال السنة أو طوال حياتهم، ما الحكم؟ يباح لهم الفطر وعليهم الفدية. وهذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان العمل مستمراً أو مضطرداً معهم طوال العام يباح لهم الفطر وعليهم إخراج الفدية، والفدية هي نصف صاع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.